الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم، تعمل عمله فتلحق برتبته. جرت العادة في كل من قرأنا سابقا أن نذكر اسمه، لكن هناك طائفة من الذين ترجم لهم مع الأولياء لم يذكر أسماؤهم. الآن عنون المؤلف قال عابد، والآن سيتكلم شيئا عنه. أنت إن عرف اسمك في الأرض أو لم يعرف فلا تكترث، المهم أن يعرف اسمك في السماء. حتى لو لم يعلم الناس اسمك، وحتى لو لم يذكروه بالاسم في كتبهم، يكفيك أن الله عز وجل يعلم ما تفعل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أرسل سيدنا سعد من أجل فتح بلاد فارس، أخبر كان ترفع إليه أسماء من يستشهد، فرفعت إليه يوم قائمة، قيل إنه قد استشهد فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ثم كتب في النهاية في قوم آخرين لا تعرف أسماؤهم. يعني في ناس ثانين كمان استشهدوا بس والله ما بنعرف شو أسماؤهم. فبكى سيدنا عمر، قال ما ضرهم إذا كان عمر لا يعرف أسماءهم، إذا كان رب عمر يعرف أسماءهم. فأنت ما يهمك، مرات أنت تفعل فعلا خيرا، الناس ما كتير بتكترث لفعلك. في واحد بيفعل فعل أبسط منك بكتير، بيقولوا اسمه وبيعملوا له بطاقة شكر وبيقدموه بالحفلة بكرموه وبيسفقوا له كل القاعة، وانت عامل مثل منه بعشر مرات، لا بينذكر اسمك ولا بيطالعوك على المنصة ولا بيعطوك شهادة شكر ولا يقال لك شيء. ما يهمك انت، المهم ان يكون اسمك محفوظا في السماء. مرات انت تحسن الى امك وابيك احسانا كبيرا، بسبب من الأسباب أمك وأبوك مو كتير مسرورين ولا كتير شاكرين، أخوك لم يفعل عشر معشار ما تفعل أنت، يا لطيف، يشكرونه ويدعون له ويثنون عليه، وكل ما حدا راح وأجاب ينقال فلان فعل وفلان ترك. ما يهمك، الله عز وجل يعلم من فعل ومتى فعل وكيف فعل، وستؤجر عليه. خطرة واحد للضحكة، واحد راح لعند لحام بدوي بده يذبح ذبيحة خروف هيك لوجه الله تعالى عن روح أمه وأبوه، بس هو هذا البدوي بده يمشي بده يسافر، راح لعند اللحام قال له يا أخي قديش حق الخروف؟ قال له مثلا 100,000. قال له هي 100,000 وبريدك تذبح لي خروف عن روح أمي وأبي، تجعله هيك يعني صدقة ووزعه أنت وقول إنه عن روح أمه ولا أبوه لفلان البدوي. ترك له المصاري ومشي. اللحام لما جاب الخروف بده يذبحه شاف البدوي راح، قال ليش عن روح أمه وأبوه للبدوي؟ عن روح أمي وأبي أنا اللحام يعني. بسم الله يا رب تجعله عن روح أمي وأبي. في واحد حضران الشاهدة يعني شاف البدوي شو قال وشاف اللحام شو قال، قام ركض ولحق البدوي قال له لك يا رجل، هاد اللحام لما ذبح الخروف ما ذبحه عن روح أمك وأبوك أنت، ذبحه عن روح أمه وأبوه هو. قال له يا أخوي نفكر، الله ما بيعرف مين دفع المصاري؟ الله بيعلم مين دفع المصاري، والله بيعلم عن روح مين حتروح. بقى أنت لعل الناس لا يشكرونك ولا يمدحونك ولا يثنون عليك ولا يظهرونك، ما يهمك، أنت عند الله عز وجل محفوظ
كل عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله شايف والله سمعان. فالآن سنترجم لولي من الأولياء بس مو محفوظ اسمه، ما بنعرف مين هو يعني هذا الرجل. قال إبراهيم ابن عبد الله المديني، قيل للحسن يعني الحسن البصري، حسن البصري من سادات التابعين، ها هنا رجل لم نره قط جالسا إلى أحد، إنما هو أبدا خلف سارية وحده. قالوا له في رجال بهالجامع ما بيقعد مع حدا، ما بيحكي مع حدا، دائما هيك قاعد أفه العضاضة، يا عم بيصلي، يا عم يقرأ قرآن، يا عم يدعو لحاله. فقال الحسن إذا رأيتموه فأخبروني به. قال فمروا به ذات يوم ومعهم الحسن، فأشاروا إليه فقالوا ذلك الرجل الذي أخبرناك. فقال أمضوا حتى آتيه. فلما جاءه قال يا عبد الله أراك قد حببت إليك العزلة، فما يمنعك من مخالطة الناس؟ قال ما أشغلني عن الناس، اللي عم يمنعني من مخالطة الناس في شغلة شاغلتني عن هؤلاء الناس. قال فيأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتجلس إليه. قال له في واحد هون اسمه الحسن البصري، يعني إذا إجا خرج تقعد معه. قال ما أشغلني عن الحسن وعن الناس، ما والله عندي أشغال يعني تشغلني في قلبي وعقلي عن كل الناس حتى عن الحسن البصري. قال له الحسن فما الذي شغلك يرحمك الله عن الناس وعن الحسن؟ قال إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار للذنب والشكر لله على النعمة. فقال له الحسن أنت يا عبد الله أفقه عندي من الحسن، إلزم ما أنت عليه. هلأ يا أخوان هذا أمر مهم، فقط هذه الحادثة انتهى. هذا أمر مهم في تحصيل الولاية، أن يشغلك عيبك عن عيوب الناس، وأن يشغلك ذنبك عن ذنوب الناس، وأن تنشغل بتصحيح نفسك قبل أن تنشغل بانتقاد الآخرين. خمسة أمور رأيتها أنفع ما رأيتها في الطريق: ذكر الله، والحب في الله، والدعوة إلى الله، وسلامة الصدر، وبر الوالدين. خمسة أمور رأيتها أنفع ما رأيتها في هذا الطريق: ذكر الله، والحب في الله، والدعوة إلى الله، وسلامة الصدر، وبر الوالدين. رقم أربعة سلامة الصدر. أنا لست متفرغاً لأحمل على هؤلاء العباد أحقاداً، ولأحمل في قلبي للعباد تنقيصاً، هذا طويل وهذا قصير وهذا قصر وهذا فعل وهذا ترك وهذا فسق وهذا فجر وهذا، شو بدك تعكر قلبك بهذا الأمر؟ عندك من المشاغل ما يشغلك عن كل هذا، أبقي قلبك متفرغاً للإقبال على الله، أبقي قلبك متفرغاً للاستغفار وللتوبة والعودة إلى الله، أبقي قلبك متفرغاً للدعوة إلى الله، أبقي قلبك متفرغاً لشكر الله تعالى على نعمه. أما إذا بدك ضلك تحمل على العباد أحقاداً وعيوباً ما بينتهي، العباد كثر وأخطاؤهم كثر وعيوبهم كثر، شو بدك تعد لتعد؟ ما عاد بتتفرغ لتلتفت إلى نفسك. هلأ يا أخوان يا شباب يا رجال، أنتوا راقبوا أنفسكم. هلأ اللي قاعد ساعات طويلة على صفحات هالفيس عم يقرأ، عم يكتبوا الناس هذا الأستاذ كتب شيء قرأ، وهذا الأستاذ كتب شيء قرأ، هذا شيء بيضحك وهذا شيء بيزعل، وهذا صاير معه حادث وهذا صاير معه مرض، وهذا عم ينحكي فلان شو أذى فلان. يعني في آخر النهار أو بعد جمعة أو بعد شهر أو بعد ست شهور
إذا نظرت إلى نفسك، يعني أنا شو حصلت من كل هذه القراءات؟ صفر. لو رحت درست دبلوم لغة إنجليزية كنت حصلت دبلوم لغة إنجليزية، يعني كنت بعد سنة كنت ما بتعرف إنجليزي صرت تعرف إنجليزي. لو رحت اشتغلت بحفظ القرآن كنت حفظت لك شي 6 أجزاء 10 أجزاء. أما هلأ بعد 6 أشهر من متابعة ما يكتب على الصحائف، ما الفائدة؟ ما في. ربما تجد فوائد منثورات، وحتى هذه المنثورات تضيع، تضيع ضمن الزحمة يعني والعجب. لذلك الأولياء انشغلوا بأنفسهم وعيوبهم عن عيوب الخلق، جعلوا صدورهم سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحدثوني عن أصحابي شيئا. لا حدا يجي يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله سيدنا أبو بكر هيك عمل، سيدنا عمر مبارح هيك قال، عثمان هيك ساوى، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد. لحد. فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، يعني بدي لما أسلم عليكم أنه يكون قلبي سليم. ما بدي لما أشوف واحد هذا مبارح حكولي عنه أنه راح القرنة الفلانية، وهذا مبارح حكولي عنه أنه حكى الشغلة الفلانية. يا أخي بتعكر الصدر وبتعكر القلب. فاجتهدوا يا شباب، اجتهدوا أيها الإخوة، أن يشغلكم إقبالكم على الله عز وجل عن الانشغال بعباد الله تعالى. هلأ أنا طيب ما بدي أنصح الآخرين، بلى أنت انصحهم وأنت مرهم بالمعروف ونهم عن المنكر بغض النظر عن ماذا فعلوا وماذا لم يفعلوا، لأنه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف هذا جزء من أركان هذا الدين. لكن اجتهد أن يكون قلبك خاليا من أن تلتفت إلى الناس. هلأ إذا شفت حالك ما بتقدر، النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالس مع الصحابة فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل تنطف لحيته ماء، عم يتوضأ كان، وغير معروف يعني مو من الصحابة الكبار. لما كان من اليوم الآخر كمان: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل الرجل نفسه. مرة ثالثة: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل الرجل نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص لحق به وقال له: أنا بدي بات عندك شي 3 أيام. فبات عنده، ما رأى لا بيصلي كثير ولا بيصوم كثير، يعني صلاته كصلاة هؤلاء الناس، صومه كصوم هؤلاء الناس، أوراده في الليل بسيطة. قال له: تعال أقول لك يا رجل، أنا بتت عندك بدي أعرف شو بتساوي. قال: هو ما رأيت. قال له: لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنت من أهل الجنة. قال: هو ما رأيت غير أني لا أحمل في صدري غشاً لأحد من المسلمين، حقداً لأحد من المسلمين، غلاً لأحد من المسلمين. قال: هو هذا. معناتها هي هي الشغلة، سلامة الصدر. فيا أخوان، إذا أردتم ولا بد أن نمشي في طريق الولاية، اشتغلوا بعيوب أنفسكم وتصحيح أنفسكم عن عيوب الناس. هلأ إذا شاف واحدنا حاله ما بيقدر، ما بيقدر، يعني أنا طبيعتي حشري، طبيعتي بس بدي اقعد مع واحد بدي اقول له: ايه شو مساوي انت امبارح؟ وين رحت؟ وين اجيت؟ بستنطقه يعني هيك، حتى اذا هو ما حكى بستنطقه انا. واذا بلش يحكي بخليه يكمل بالموضوع، وبس يحكي شغلي غلط بالقطع عليه. هيك يعني بركي واحد هيك طبيعته، يعني عنده هيك هالفضوليه الزائده. اذا شفت حالك هيك نصيحه: العزله خير من مخالطه الناس. عمل مثل هذا الولي لحاله قفا الساريه قاعد هون، بيصلي بيدعي بيذكر وبيحمل حاله وبيمشي، لا بيحكي مع حدا ولا بده حدا يحكي معه، بيخاف انه يا اخي اذا بده يحكي مع هالناس يحفظ عنهم عيوبهم. فقال: انا بين امرين، بين ذنب ونعمه، عم بشتغل اما باستغفار عن ذنبي واخطائي بيني وبين ربي، واما بشكر الله عز وجل على نعمي. وهكذا ترون ايها الاخوه ان المسلم وان الولي انسان فعال منتج، منتج إما على مستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع. إذا ما قدر على مستوى المجتمع أقل شيء على مستوى الشخصي، بس بلا ريب بلا ريب لا يكون وليا من كان مؤذيا. إذا واحد هدام يهدم من أحوال الناس وأخبار الناس ويفشي شرورهم لا يكون من الأولياء. الولي لابد أن يكون منتجا وفعالا، يا على مستوى نفسه يا على مستوى الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.